انا ارجع لسياده النائبه سوليه. فانا كنت بقول انه البرلمان ونواب البرلمان المصري وتحديدا في مجلس النواب كان في مشروعات كتير جدا لتعديلات، وفي مشروعات للقانون من بابه. ايه ابرز النقط لو صح التعبير اللي احنا محتاجين نعدلها ونغيرها حتى تضمن هذا التوازن ما بين سيده او زوجه مغبونه الحق نضمن لها عدلا، وما بين اب احيانا هو كمان بيكون مغبون الحق فنضمن له هذا العدل، والولاد دول ما يبقوش طرف في الأزمة؟ صحيح. طب خليني أتكلم معاك من البداية خالص. إحنا من 2015 بيقدم مشاريع قوانين داخل البرلمان لتعديل الأحوال الشخصية، سواء إن كان تعديل ضمني أو جزء منه أو كاملا، لكن دائما وأبدا يتم الضغط على أني ما كونش متجردة أثناء مناقشة هذا القانون، سواء بقى كان بيتم الضغط من جانب الرجال ومن ضمن الضغط، وفي حين ان هو لسه ما زال مشروع الا ان كل واحد منهم متحفز للاخر ومتحفز للمشرع اللي شغال على هذا المشروع، وتلاقي بقى السوشيال ميديا اشتغلت وده تقول لك هياخدوا مني الاولاد، في حين ان انت عايز تبص للقاعدة الاساسية. انا اولا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاني اتكلم في ثلاث نقط. الثلاث نقط أهم من بعض لو خدنا بالنا منهم. النقطة الأولانية اتكلم في قالك عزوف الشباب عن الزواج لطالما يروا الأم والأب ويشوفوا المشاكل وآليات حل المشاكل بالأسلوب اللي احنا بنشوفه أمامنا، والمشاكل اللي احنا فيه دمار كامل في بعض الأحيان للطفل اللي بيكون هو الثمرة الأساسية لينا أو هو بناء المجتمع زي ما قالت الدكتورة. الجزء الثاني اللي كان فيه قالك المتخصصين اللي قعدوا على منصة القضاء اللي شافوا مع تكرار الزمن المشاكل في خلال الفترة دي كلها هم اللي يساهموا في وضع هذا القانون، لأني تراكم المشاكل اللي اتعدت عليهم وممكن ما كنش أنا شفتها، ممكن حضرتك ما كنش أنت شفت حالة من الجيران أو الأصدقاء. صحيح. وأنا شفت 10-15 حالة أو سمعت أو شو، لكن هو الحقيقي والمصدر الحقيقي اللي فيه الحق كان أمام هذا القاضي. قال لك الجزئية الثالثة قال لك الحوار المجتمعي اللي هيكون مفتوح أمام الجميع، قال لك التوازن وأنا خايف على الانشقاق الداخلي اللي بيحصل في الأسرة كاملة. ده بداية لازم نحطه كلنا أمامنا مرآة لرجل حلل اللي بيحصل في المجتمع ككل وشافه. ثانيا إحنا لو بصينا للقانون ده، القانون ده بقاله قد إيه؟ قانون من 1920 حصل عليه تقريبا 7 تعديلات أو 8 تعديلات، 1929 وبعدين 2008 وبعدين بعدها 2000 تقريبا اسمه قانون الخلع اللي سمي قانون الخلع، يعني انا ممكن اسرد لك التواريخ، و2005 كل دي تعديلات على اجزاء معينه داخل القانون. وبقيت تعديلات على اجزاء قليله لمده 102 سنة. تخيل كم التطورات اللي حصلت في المجتمع وكم المتغيرات اللي حصلت داخل المجتمع، سواء كانت التكنولوجي أو سواء كان ثقافة المجتمع نفسه وأسلوب التهرب من أحد بنود القوانين اللي بتبقى موجودة عليه. ألا حان الوقت للتغيير وتتركوا أصحاب الشأن يكونوا في حالة توازن كامل بين الأسرة بالكامل، إن هم يضعوا قانون متوازن يسعى إلى حل، الحل ده هيكون في صلاح المجتمع ككل. أهم النقط اللي حضرتك بتتكلم عليها الرؤية، ده بند أولاني. الرؤية وما أدراك ما الرؤية وما يحدث من الرؤية من الطرفين، والعنصر الأساسي اللي بيكون مدمر في هذه الرؤية هو الطفل طبعا. الصغير اللي بيشوف أبوه بيذل أو بيشوف أمه تذل أو جدته تذل لو أبوه متوفي وعايزة تشوف حفيدها، أو بيشوف انه بيتم يعني بعض الكلمات المسيئه للطرف الاخر ويبتدي ده يشتغل جواه ويبتدي ده يفضل في ذهنه لغايه ما يتم ال 15 سنه في الفترة الخلخلة في الطفل. نيجي في النقطه الثانيه اللي لازم نعدلها، امتى يتم الافصاح عن الطلاق الفعلي؟ احنا عندنا حالات كتير جدا متطلقه ولم يطلقها الزوج رسميا، لازم نبص للموضوع ده. نيجي في الحاجة التانية النفقة وحل مشكلة النفقة، هل ما زلنا نفضل قاعدين فالنيابة تقول ويجي رئيس النيابة يدي قرار آخر ونرجع تاني تستأنف على النفقة وعشان يبهدلها يحط لها النفقة في المحكمة وعشان تصرفها تقعد شهر ونص عشان تصرفها؟ إمتى هنخليها مع رؤية الدولة في التنمية المستدامة ورؤيتها في الجانب التحول الرقمي، مجرد ما تودع، مجرد ما تسمع في حسابها، مجرد ما أنا ما بهدلهاش؟